الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيا معشر السادة، مرحبا بكم على قناة الفتح ومع برامج ودروس جامعة المصطفى رحمه الله وسائر موتى المسلمين إن شاء الله. فنلتقي بكم في موضوعنا مع مفردات القرآن الكريم، إذن وفي هذا اللقاء وفي هذه الجلسة سنتناول الكلمة الرابعة منها، ألا وهي كلمة العهد. كلمة العهد ترد في القرآن كثيرا، فمن معاني العهد الأمان، من معاني العهد الأمان نجد هذا في سورة التوبة عند قوله عز وجل: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إذن فقوله عز وجل فأتموا إليهم عهدهم أي أمانهم. إذن فأتموا الأمان الذي بينكم وبينهم إلى مدتهم. إذن فالعهد هنا الأمان. فأتموا إليهم عهدهم أي أمانهم، سورة التوبة آية 4. والمعنى الثاني كذلك من العهد، بمعنى كلمة العهد ترد في القرآن ويراد بها اليمين، يراد بها اليمين. نعم، فنرى هذا في قوله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذن أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدتم. الآن هنا الآن اليمين، أي أوفوا بأيمانكم إذا حلفتم، إذا أوفوا بيمينكم إذا حلفتم. فالعهد هنا بمعنى اليمين. وكلمة العهد ترد في القرآن ويراد بها الوصية. نجد ذلك في قوله عز وجل في سورة ياسين، سورة ياسين آية 60، قوله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني ألم أعهد إليكم، يعني العهد، ألم أعهد أي ألم أوصيكم، الوصية، لم أوصيكم، يعني الوصية. إذن العهد هنا بمعنى الوصية. لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. والعهد أيضا بمعنى الحفاظ. العهد بمعنى أيضا الحفاظ. نجد هذا المعنى عند قوله صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان. إن حسن العهد
من الإيمان إن حسن العهد من الأها إيمان. فهذا حديث رواه أروته أمنا عائشة رضي الله عنها أن امرأة قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها من أنت؟ فقالت أنا جثامة. فقبل أنت حسانة، أنت حسانة، أنت حسانة. قالت أنا جثامة من مزينة، أنا جثامة من مزينة. فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت حسانة حسانة من مزينة. كيف حالكم؟ كيف أحوالكم؟ وكيف كنتم بعدنا؟ إذن الآن فلما انصرفت قالت أمنا يا رسول الله كيف تقبل على هذه المرأة الضعيفة هكذا؟ كيف تقبل؟ أي كيف يعني تقدم هذا الإقبال لهذه المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، إنها كانت تأتينا في زمن خديجة. يا عائشة يا عائشة إن حسن العهد من الإيمان، يا عائشة إن حسن العهد من الإيمان. والذي رواه يعني حكم على حكم على شرط شيخين، على حديث هذا الحديث على شرط الشيخين. نعم، بمعنى هنا الحفاظ، الحفاظ، الحفاظ على العهد من الإيمان، الحفاظ على العهد من الإيمان. فكذلك ترد كلمة العهد بمعنى الزمان، كلمة العهد ترد بمعنى الزمان. يقال كان هذا بعهد فلان، كان هذا بعهد فلان، أي في زمن فلان، في زمن فلان. الآن المعنى السادس للعهد الميثاق، المعنى السادس للعهد الميثاق. نجد هذا في سورة البقرة آية 124 إن قوله عز وجل قائلا لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما، وذبت على إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. بمعنى عهد هنا ميثاق، هنا العهد هنا أي الميثاق، الميثاق. إذن العهد هنا أي الميثاق. إذن فالعهد أي الوعد من الله ميثاق، فالوعد من الله ميثاق. فهذه هي بعض المعاني للعهد في القرآن الكريم. أرينا أولا العهد بمعنى الأمان، العهد بمعنى اليمين، العهد بمعنى الوصية، العهد بمعنى الحفاظ، العهد بمعنى الزمان، كذلك العهد بمعنى الميثاق.
العهد بمعنى الميثاق. إذن بهذا نصل إلى نهاية هذا الدرس، فإلى أن نلتقي بكم مع كلمة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، وكان معكم في هذا اللقاء طالب القرآن يوسف مصطفى صنغري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.